اكتب ايه في اعلان العقارات؟ يا ترى اكتب المقدم ولا اكتب السعر ولا اكتب مثلا فيو جامد جدا على المنطقه الفلانيه ولا اقول ان انا عندي اطول فتره سداد؟ خليك معايا عشان تعرف ايه هي اركان البيع في العقارات. لا تقل لوحدي او كيف السبيل، انت بالتحدي تصنع المستحيل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم محمود سعيد، وهنتكلم النهاردة يا جماعة عن اركان البيع في العقارات. عندنا يا جماعة اربع اركان للبيع في العقارات. اربع اركان للبيع في العقارات. لما انت بتعمل اي اعلان لعقارات حاول الاربع نقاط دولت يكونوا موجودين. اول حاجة المساحة، رقم اتنين سعر المتر. لازم يا جماعة وانت تكتب اعلانك هتقول انت بتبيع مساحات ايه. عندك مثلا فيلا مساحة مثلا 200 متر 300 متر، عندك مثلا شقة مثلا بتبيعها مساحات مثلا تبدأ من 90 الى مثلا 150 متر وهكذا. فلازم ان احنا نذكر المساحة بتاعة الوحدة اللي احنا بنبيعها. رقم اتنين سعر المتر. سعر المتر ليه يفضل ان انا اكتبه في الاعلان؟ لما انا بسهل على نفسي، انا مثلا ببيع واحده، الواحده دي مثلا ثمنها 10 مليون جنيه. لو انا ما كتبتش سعر المتر في الاعلان هلاقي ناس بقى بتجيلي اللي هو طيب لو سمحتوا عندكم واحده مثلا ب 500,000، طب لو سمحت يا فندم هي بتطل على كذا او ما بتطلش على كذا. هتلاقي بيسال واسئله واستفسارات وفي هدر في الحمله بيحصل. انما لو انت موضح له من الاول كده سعر مثلا المتر 30,000 والوحده مثلا مساحتها مثلا 100 متر، فاضرب مثلا 100 في 30 مثلا ب 30 مليون، فخلاص هو 30 مليون بعيد عن امكانياته بعيد عن مستوياته، مش هيكلمك ولا هيعمل كومنت ولا هيعبر البوست ده اصلا. فحاول تكتب سعر المتر لو انت فعلا عايز تقتصر على نفسك الطريق وعايز اللي مهتم هو اللي يكلمك، مش عايز واحد بقى يستفسر، مش عايز واحد يقعد يسال كتير. هو طبعا اي حد يستفسر كتير، مش عايز واحد مثلا هو البادجت بتاعه مليون وانت بتبيع حاجه مثلا ب 10 مليون. لا، انت عايز واحد معاه بادجت 10 مليون وهو شايف الاعلان وعارف سعر المتر كذا والمساحه كذا وعارف كل التفاصيل. فدي الميزه ان انا لما احط سعر المتر ان انا بستهدف العميل اللي عنده القدره الشرائيه ان هو يشتري الوحده اللي انا ببيعها. رقم 3 معانا اقل مقدم، ورقم 4 اطول فتره سداد. المقدم هعمل مقدم كام؟ هعمل زيرو داون بيمنت، هعمل بدون مقدم، هعمل مقدم 10% 20% وهكذا. يفضل اكون كاتبه في الاعلان، لان كتير مننا او كتير من الناس لما بيشتري الوحده بيبص على جانب المقدم، يشوف اللي بيشتري كاش مش زي اللي بيشتري مقدم. الغالب بيدفع مقدم، طب اللي بيدفع مقدم ده هيدفع مقدم كام؟ وترى المقدم ده في حدود امكانياته ولا لا؟ فيفضل انت تذكر المقدم في الاعلان بتاعك. رقم 4 ودي اخر نقطه، نظام السداد. هيسدد على كام سنه؟ هيدفع مثلا مقدم 10% والباقي على 10 سنين ولا على 7 سنين ولا على 5 سنين وهكذا. فوانت بتكتب الاعلان بتاعك بتاع العقارات دول الاركان الرئيسيه اللي ما ينفعش اعلانك بتاع العقارات ما يكونش اي حاجه من الحاجات دي مكتوبه، سواء المساحه او سعر المتر او اقل المقدم كام او فتره السداد. نقطه ثانيه، وانت بتكتب الاعلان بتاع العقارات حاول التفاصيل المهمه تكون في اول 3 سطور. يعني انت عندك اول 3 سطور من الاعلان كده، ادي اول سطر او اول سطرين كمان قبل ما هو يعمل سي مور، ان الاعلان بيكون ظاهر مثلا بالمنظر ده، اول سطرين بيكون ظاهرين وبعد كده يقول لك لا اضغط على سي مور عشان تشوف ايه، تشوف تفاصيل اكتر. فانت لو ما كتبتلهوش اول الاربع حاجات دول في اول سطرين ممكن اصلا يخرج وما يشوفش الاعلان بتاعك ولا يتفاعل معاه. فده باختصار اركان البيع في مجال العقارات، ونصيحه غاليه اكتب الاربع اركان دولت في اول سطرين عشان تجذب انتباه العميل ويتفاعل مع اعلانك لو كان عنده قدره شرائيه يشتري الوحده اللي انت عاملها للبيع. اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، وعايزكم يا جماعه تطبقوا الحاجات ديت وتقولوا لي النتائج معاكم عامله ازاي. وما تنساش قبل ما تخرج تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك جديد القناه اول باول. السلام عليكم.